إضافة لتوصيات من الوقت. هوني على نفسك، فالحمل لدى الفيلة يستمر سنتين. عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تخيل. النهاردة هنتكلم في حاجة بنتخيلها ونتمنى أن هي تكون حقيقة، وهي الإتقان في العمل، الإخلاص في العمل. تخيلوا لو بلدنا هتبقى عاملة إزاي لو في حد مخلص في عمله وأتقن في عمله بجد. أكيد كانت بلدنا بقت حاجة تانية، أكيد وضعنا كان هيبقى مختلف، أكيد ما كناش هنبقى من الدول النامية. النهاردة معانا ضيف هيتكلم معانا في موضوع الإخلاص في العمل، وهو إيهاب زين العابدين، مدرب التنمية البشرية. بنرحب بيك الأول أستاذ إيهاب. إزاي حضرتك، عامل إيه؟ خلينا نبتدي كده الأول ونقول الإتقان في العمل والإخلاص في العمل. عايزين كده نعرف مفهوم الإتقان في العمل والإخلاص في العمل بالنسبة لعامل بسيط أو مواطن بسيط. إيه هو الإتقان في العمل؟ أولا أنا بحب أشكركم على العنوان الجميل والرائع للمحاضرة أو للحلقة، فن الإتقان في العمل. إحنا جمعنا ثلاث كلمات مطلوب إن أنا أبين للمشاهد مدى ترابطهم ومدى العائد منهم على المجتمع ككل. فن الاجتهاد في العمل، بذل الجهد والمشقة بتعب وبإخلاص لتحصيل منفعة، بغض النظر المنفعة دي صح ولا غلط، لكن في الآخر هيحصل عائد من البذل والتعب. يبقى الفيصل هنا إيه؟ إني أستفيد من الجهد اللي أنا بذلته والتعب والإتقان والإخلاص اللي أنا أخلصته، إن يكون العمل ده مثمر وناجح ومفيد لي، وهيعود عليا وعلى الأسرة والمجتمع اللي حواليا بالنفع. دي نقطة أولى حبيت إن أوضحها في أول المحاضرة، في أول الحلقة. والنقطة الثانية، سؤال حضرتك بالنسبة للمواطن البسيط. بالظبط، هو ده اللي عايز أتكلم فيه. المواطن البسيط يعني ده أساس في حياتنا، لأن إحنا كلنا كنا بسطاء وبدأنا حياتنا، وبنبدأ نرتقي في سلم الحياة، وبنرتقي في درجاته في الوظيفة وفي العلاقات وفي العمل وفي الحياة عموما. فكل شيء صغير لو اتراعى من صغره وتحط له أساس نمشي عليه هيبقى العائد منه كبير. عندي قصة جميلة عايز أقولها بمناسبة المواطن البسيط. احنا بس أنا أسفة يا أستاذ إيهاب، احنا عايزين نعرف له مفهوم. يعني أنا كتير قوي ألاقي مثلا عامل بسيط فتيجي تقول له أتقن عملك، يقول لي طب ما أنا بروح وظيفتي، بروح في معادي وبخلص شغلي وبروح أتقنه أعمل إيه. فاحنا عايزين نعرف له كده مفهوم إيه هو الإتقان في العمل. إتقانه في العمل إن هو يؤدي الوظيفة المطلوبة منه أو العمل المطلوب منه بحب، فهينتج عنه فهينتج عنه المردود اللي هيأثر على الباقي اللي حواليه. يعني أنا حبيت العمل بتاعي، فمش هيفرق معايا أنا هروح له بدري 5 دقايق أو 10 دقايق عشان أبدأ يومي بدري. مش هيفرق معايا لو جالي ضغط في وسط اليوم، هتحمله لأن أنا بحب مجالي فببرع فيه، بقدم فيه، بضيف ليه. عندي مثلا مشكلة، عامل بسيط كان عنده مشكلة في مصنع صابون، إن صاحب المصنع جاله العملاء بيشتكوا إن الصابون بيطلع لهم العلب فاضية وده بيأثر على المبيعات. فجاب خبير عشان يعالج له المشكلة، فالخبير طلب منه ماكينة ليزر ب$200,000 عشان يحل المشكلة. العامل البسيط من كتر حبه وحمل هم العمل في قلبه راح لصاحب العمل المهموم من الرقم الكبير اللي هيدفعه عشان يحافظ على سمعته مع عملائه، وقال له يا فندم انا عايز $100 عشان احل مشكله الصابون اللي بيطلع علبه فاضيه. فصاحب العمل طبعا اداهم له، هو مش مصدق يعني انت $100 اتفضل، بس هو مش متخيل $200,000 ل$100 نسبه غير مقبوله. تاني يوم العامل جاب معاه مروحه وحطها على خط الانتاج، طيرت العلب الفاضيه. فمن حبه في عمله واتقانه ورغبته في التوفير للعمل ادى انه يشغل دماغه، فطلع بفكره ان ازاي اوفر من 200,000
ل100 دولار. فدي ميزه. قصه جميله. اتفضلي. في عندنا حاجه كمان، ان اي موظف او اي عامل لما تيجي بتكلمه يقول لك الاجر مش مجزي ان انا اشتغل او ان انا اتعب. يعني كتير يقول لك طب انا اتعب في الوظيفه ليه، ما هي اجرها قليل. حضرتك تنصح بايه لو حد بيفكر التفكير ده؟ والله انا هضرب لحضرتك مثال حصل لاستاذنا الكبير الدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه. الله يرحمه. بدا حياته في مجال السياحه والفنادق، وسافر كندا وكان لا يمتلك اي شيء هو وزوجته. وبدا ان هو يعرض نفسه على الناس في العمل، انا عايز اشتغل، فبقى يطرق الابواب. وكان عنده مثابره، راح لفندق قال انا عايز اشتغل عندكم، قال له مفيش مكان فمشي. راح تاني يوم اشتغل عندكم مفيش مكان فمشي. تالت يوم قال له انت كنت عندنا قبل كده وقلنا لك مفيش مكان، قال له لعل يكون واحد تعب، حد مات، حصل المكان، المكان فضي فانا موجود. ففعلا جه في وقت واتعين في نفس الفندق في ايه؟ وظيفه غاسل صحون، يعني بالمعنى بتاعنا بغسل مواعين. فهل هو لما دخل الشغلانه دي وفي بلد غربه قال انها وحشه وعلى قد فلوسهم وهشتغل؟ لا، هو اول ما تعين فيها طلب مقابله مدير مجموعه الفنادق الكليه، وقعد معاه وقال له يا فندم انا بهنيك ان انت عينت اكفأ موظف عندك في الشركه اللي هو انا. فطبعا ضحك وقال له اهلا وسهلا. قال له بقول لحضرتك ان ان شاء الله في يوم من الايام هبقى في مكانك اللي انت فيه دلوقتي. فقال له ربنا يوفقك، تمام، مبروك. مشي. بعد فتره من الوقت الدكتور ابراهيم الفقي اخذ جائزه احسن غاسل صحون على مستوى الفنادق في كندا، وهي شغلانه بسيطه واجرها اكيد بسيط، بس هو حاطط قدامه هدف ان العبره مش بحجم الشغلانه، العبره بحجمي انا في الشغلانه، انا اللي بعمل لها قيمه لان انا الانسان المسؤول عنها. حلوه الجمله. وبالتالي اكيد نتيجه عظيمه جدا اللي هو الدكتور ابراهيم الله يرحمه اللي احنا دلوقتي كلنا بنلتقي منه ونتلقى منه من علمه. الله يرحمه. الله يرحمه. طب عايزين نعرف ايه الاسباب اللي تخلي الفرد او الموظف انه يجتهد في عمله؟ ايه الاسباب الدوافع اللي تخليني او الدوافع؟ كان عنده دوافع. واهم دافع ان هو بيبص ان العمل ده مين اللي كلفه بيه؟ مش انا ولا حضرتك ولا المدير، اللي كلفه بيه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في سوره التوبه الايه 105 بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى امر مهم جدا اني انا مش بخاطب مديري، انا بخاطب ربي سبحانه وتعالى الخالق الرزاق اللي قال لو توكلتم، اللي قال انا اسف، الله سبحانه وتعالى يعني هو اللي امرنا ان احنا نحسن في عملنا ونتقن فيه، وكذلك الحساب من عنده سبحانه وتعالى، فقال انا لا نضيع اجر من احسن عملا. دي نقطه اولى. النقطه الثانيه ان ده هدي الانبياء جميعا من لدن ابينا ادم عليه السلام مرورا بأولي العزم من الرسل وانتهاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل كل الصالحين والعلماء، ودول اعلى مرتبه في الامه. بالتالي يبقى احنا كافراد عاديين مهمتي ان انا اقتدي بالناس دي واحقق القدوه دي في نفسي، لان لابد ان اكون شايف نفسي انا استحق ان اكون انسان كويس. عندنا حاجه ثانيه، ساعات الموظف يبقى عنده حاله نفسيه سيئه في البيت او مشاكل بيأثر عليه في عمله. تأثير الحالة النفسية في الاجتهاد في العمل. والله الحالة النفسية ده شيء مهم جدا، لأنه بيأثر علينا كلنا. وبداية التأثير بتبقى من خروج من البيت. هل لو كل واحد فينا قام من النوم الصبح وبعد ما اتشطف وظبط نفسه كده وخلص كل الإجراءات الأساسية اللي وراه وهو نازل بص لنفسه في المراية وطلب إنه يبدأ يومه بسعادة وابتسامة رغم كل الظروف اللي بتحيط به، رغم كل المشاكل اللي بيمر بيها؟ كلنا بلا استثناء بنمر بمشاكل وعندنا ضغوط وعندنا اعباء. العبره مش بالمشكله، العبره باني اكون جزء من حل المشكله، مش احمل المشكله على عاتقي وانا خارج وبالتالي هبدا يومي انا بدء غلط وما قدرتش ان انا ادي لنفسي رساله ايجابيه في نظرتي لنفسي في المرايه، انني ابتسم وخاطب نفسي ان النهارده يوم جميل ويوم سعيد وبدايه كويسه، اني صحيت الله سبحانه وتعالى ادالي اجل عشان اعمل فيه حاجه ما قدرتش اعملها امبارح، او اضيف لنفسي جديد ما قدرتش اضيفه امبارح. يبقى بالتالي هبص ليومي ان ده كتاب، حياتي كلها كتاب انا المؤلف بتاعها، فلو بدات يومي وانا مبسوط هيفرق معايا بقيه اليوم. وده بيرتبط بقانون اسمه قانون الجذب، لعل معظمنا سمع عنه، ان الانسان
فكرته عبارة عن نقطة زي المغناطيس، لو فكر فيها بيدور حواليه مدارات بتجمع النقط المشابهة. ما هو أي حد بيبقى عنده مشكلة أيا كانت بره الشغل برضه بتأثر عليه، إزاي يفصل؟ يفصل نقطة مهمة جدا، إن هو يبدأ يخرج نفسه من المشكلة عشان يدور على حلها، ما يعيش جواها، لأن لو عاش جواها يبقى شايلها معاه في كل حتة هيتعب. وبرضه هيتخيل إن الأجر العظيم بتاع العمل اللي بيعمله هيترتب عليه إسعاد ناس وقضاء مصالح وعطاء، لأن أكبر قيمة إحنا بنحتاجينها في المجتمع بتاعنا قيمة العطاء، إن أنا أشتغل يبقى في عائد مردود بغض النظر عن الفلوس، لا العطاء النفسي الإشباع، إني لما أعمل حاجة كويسة فاللي قدامي يثني عليا خيرا هينسيني هو الدنيا كلها، لما أقول لي شكرا ربنا يبارك لك تعبناك معانا أنت يعني أديت لي إن أنا عايزه وزيادة، دي في حد ذاتها نعمة كبيرة مش كلنا بيحس بيها. في كتير بقى من الناس يقول لك ما تجتهدش في العمل، ساعات العمل بيتقسم على حسب وصايد أو بيبقى على حسب أحزاب، أنا ممكن أعمل شغلي وأجتهد فيه وما بيتقدرش، بيخش واحد تاني او زميل تاني ما بيجتهدش وبيوصل لمنصب اعلى، فحتى هو لو عنده القدره ان هو يجتهد بتلاقيه ان القدره دي هديت او خلاص لا انا مش هجتهد انا هشتغل مش مهم ان انا اشتغل كويس، ازاي نصلح له الحته دي؟ برضو سؤال مهم جدا، سؤال عميق، لان برضو معظمنا بيمر بيه في حياته تحصل ان هو يعني بيلاقي مثبطات بيلاقي معوقات بيلاقي معرقلات من ضمنها بعض الزملاء، يبقى انا ماشي بمنهج وحماسه وشعلة نشاط والاقي اللي حواليا عمال بيجذبني معاه لتحت، يبقى ده بيخليني انا برضو اخد بالي من نفسي، ان اولا اهتم اني دايما زي ما اتحرك قبل ما انزل في يومي اعرف انا رايح فين وهعمل ايه وحاطط لنفسي طريق امشي عليه، طبيعي ان هيجي علي وقت همشي يمين وهمشي شمال، لكن لازم يكون في وقفه لمحاسبه النفس عشان اعرف يعني اللي قدامي ده بيضيف لي ولا بينزلني، بيعليني معاه ولا بياخدني وينزل. لو انا وقفت وعالجت الموضوع ده وبدات ان انا ما انشغلش بالناس وانشغل بنفسي هيفرق معايا كتير قوي، ما يهمنيش اللي حواليا خليني في اللي انا، امر طبيعي جدا حتى لو انا ما وصلتش او ما نجحتش، لان حواليك كلام الناس في الغالب بيكون من وجهه نظرهم هم، ما ينفعش انا اعمل بنصيحه حد يتحمل نتيجتها انا، هو هينصحني بشيء كويس او شيء مش كويس انا عندي عقل اميز بيه. فبالتالي هو ده الفارق، ان لما اكون داخل في اي مجال اتوقع الناس اللي هتشجعني والناس اللي هتصدني، فبقى عندي رد فعل مناسب للي بيشجعني وان انا اقرب منه واخليه يشجعني اكتر، ورد فعل مناسب للي بيثبط في العزيمه عندي ان انا اجتنبه، لان افضل حاجه في الوقت ده ان انا اجتنب المجموعه دي خالص. طيب عايزين نقول ايه دور الدولة او ايه دور القطاع العام والقطاع الخاص في ان انا احفز العمال او الموظفين ان هم يجتهدوا في العمل؟ تمام. ايه الدور المفروض المناوط لكل حد فيهم سواء قطاع عام نتكلم في لوحده والقطاع الخاص؟ طيب احنا نتفق في نقطة ان القطاعين مهمين جدا للبلد، قطاع عام بقدراته وامكانياته وقدمه في المجتمع، فعنده القدرة على القيام باعباء المجتمع ككل، بس لابد من تدخل القطاع الخاص معاه، لان هما الاثنين بيكملوا بعض، في جزء لابد ان انا اهتم بيه في القطاع العام ويمثل في القطاع الخاص تدريب مهارات نزول لمستوى الناس في الشوارع تحسين الاوضاع، الموضوع ده هيفرق جدا معانا، هنلمسه في كل الامور احنا ماشيين فيها في حياتنا، في الطرق في المرور في المواصلات في العلاقات في الجيران في الحياة بتاعتنا، لازم يكون عندنا فيها توازن عشان نوصل لنتيجة ان القطاع العام بيأدي وظيفته مش محتاج ان انا اتأثر بيه سلبا، والقطاع الخاص بيأدي وظيفته فبنرتقي جميعا في المجتمع، فده شيء مهم جدا. انت شايف حضرتك ان القطاع العام والقطاع الخاص بيقوم بالدور ده فعلا في الوقت الحالي؟ ممكن يكون بيقوم ولا مقصر بالدور ولكن محتاج زيادة، ممكن يكون بيراعي وبيشوف لكن احيانا بتسقط منه حاجات وده امر طبيعي، لكن مش طبيعي ان انا اظل زي ما انا محلك سر، لا لما يكون في عندي تطوير لما يكون في عندي تقدم في عندي مراعاه للناس اللي قدامي وان انا المس احتياجاتهم وخطبها مباشره. هو انا هيفرق. انا اسفه انا بقطعك، هو كدور كقطاع عام او كقطاع خاص او كدوله عموما ان انا احفز ان هم يجتهدوا في العمل يبقى من خلال برضو الحوافز والرواتب بس ولا ممكن يكون من خلال حاجات تانية؟ هو الفكر الحديث
في الأجور بيرتبط بأداء الموظف أو العامل أكثر منه مرتب ثابت. المرتب الثابت بيعود على التراخي، إن ما عنديش جديد، أنا اشتغلت زي ما اشتغلتش، هم 10 قروش هاخدهم آخر الشهر وهعيش بيهم. لكن نسبة أجر أساسي وأجر إضافي مرتبط بالعمل ده بيحفز وبيشجع. وده أنا استفدته خلال سفري خارج مصر لما كان في عندي عمل خارجي، وجدت إن الفكرة دي جميلة، جميلة جدا، تخلي الناس يشتغلوا وعندهم طاقة وما عنديش وقت يفكر في حاجة جانبية. خلاص أنا هدفي قدامي، عارف إن أنا آخر الشهر عايز رقم معين حققه بوسيلة معينة فبسعى فيها، فما عنديش أي حاجة تانية حواليا تشغلني إلا تحقيق الهدف بتاعي. فهي فكرة الحوافز دي مهمة جدا. في حوافز مادية، حوافز معنوية. الكلمة الطيبة صدقة. المعنوية بقى كلمة طيبة صدقة. كدولة أو كظروف اقتصادية مش هيبقى صعب قوي إن هي تعمل حوافز مادية. لو احنا بندي بس مجرد نصيحة، لو حافز معنوية ان انا اخليهم يجتهدوا او يبقوا نشطة شوية في العمل، تبقى ازاي؟ لازم اشجعهم. اولا ابث فيهم روح التفاؤل واكون قدوة ليهم كمسؤول عنهم. ما اعملهمش بمنصب مدير، لا، اعملهم بمنصب قائد. القائد ده بيعيش معاهم مشاكلهم. واحد عنده مشكلة في اسرته، عندي امكانية للحل بحلها، هو بعد كده هيرجع تاني يوم وهو سعيد ومبسوط كفرد. على بقية المجموعة هيبقى تأثيره كبير. ممكن مثلا نحدد لهم يوم في الشهر هنلتقي مع بعض مثلا في مكان خارج الشغل، نتكلم نتناقش، اللي عنده حاجة مزعلاه من الشغل يقولها، عنده نصيحة يقولها، عنده ابتكار يضيفه، عنده إبداع ممكن ينميه ويزوده. العلاقات الاجتماعية مهمة جدا. في بند اسمه أركان الاتزان أو أركان الحياة المتزنة، هما 7 أركان: الركن الروحاني، الركن الشخصي، الركن الصحي، الركن العائلي، الركن الاجتماعي، الركن المهني، والركن المادي. التوازن في الأركان دي هيأثر على حياتنا كلها. فلابد أن أنا ميزة مادية، كلنا بنحصل على الماديات، لكن الميزة المعنوية أحيانا بيكون لها مدلول أكبر بكتير وعمق عظيم جدا لدى النفس البشرية، أن أحس أن اللي قدامي مقدرني وحاسس بيه، فبيفرق معايا في شغلي. طيب خلينا نقول حاجة تانية. كتير قوي من الموظفين بيشتغلوا بشتغل بجد وباجتهاد لو المدير فوق راسي، لو المدير جنبي او صاحب الشغل جنبي، في حالة عدم وجوده خلاص بقى هو مش شايفني، انا اشتغل كويس ما اشتغلش كويس، ما مش رقيب عليا. تمام، ده بيحصل في مجتمعنا. عايزين نغير من جوانا الفكرة دي، او نغير من جوه الشخص اللي بيفكر بالاسلوب ده. نكلمه ازاي؟ نقول له ايه؟ اولا القائد محتاج انه يكون عنده امكانيه التفويض، فبيوزع مهامه للاستاف اللي تحتيه بجدول، ولابد انه اخر المده دي يتابع الجدول. فمتابعته للجدول سواء في وجوده او في غيابه، طبعا هيكون جدول موثق، فانا خلصت المهمه دي في وقت قد كده، اعتبر انجزت كام في الميه من المهمه بتاعتي واروح معلم. هيبقى القائد ده فوض الجزء اللي تحتيه، والجزء اللي تحتيه بيفضل يفوض لغايه اخر موظف او عامل في المنظومه. يبقى اولا هحدد اهداف لكل واحد، خطه موضوعه مكتوبه، لان الخطه لما تكون مكتوبه تبقى واضحه، مفيش فيها لبس، مفيش فيها تضاربات، مفيش فيها لخبطه. هقعد مثلا عامل خطه لمده اسبوع لازم اخلصها. يعني انت بتدي للعامل مثلا، خلينا نتكلمها باسلوب سلس شويه. لو واحد صاحب عمل بسيط برضه وعنده عمال، نقول له كده بطريقه سلسه، خليها بالانتاج مثلا، او خليها ان انت ليك كميه شغل معينه هتخلصها بعد اسبوع، فلو انت خلصتها ليك مكافاه ليك، بحيث انه حتى لو غاب صاحب العمل هيبقى اسهل بالنسبه للعامل. ده امر طبيعي، ممكن بنفس الصيغه دي. وبعد كده بيجي يقيم اداؤه في اخر الاسبوع او اخر اليوم، عشان انا لما بحاسبه، طب ايه الانتاج الجيد، الانتاج المعيب، طب ليه حصل كده. الاول انا مش بحاسبه على المشكله وعاقبه، لا، ده انا بعرف ايه سبب المشكله اللي حصلت واحلها عشان المره الجايه هو احسن، وهو بيرتقي وبيقدم، ومش منتظر فلوس بس، منتظر كلمه طيبه، شكر، وطبعا هيتباعها فلوس. خلينا بقى نتكلم في الاسره وفي البيت. تمام. لا تنصح ايه بكل ام عندها طفل عايزين كده نخليها ان هي تربيه على الاجتهاد في العمل؟ اي طفل صغير، انا ابني او بنتي، ما اجي اقول لها اشتغلي او ذاكري، برضو نفس القصة اللي كنت بتكلم فيها من شوية، لازم ابقى فوق راسها او فوق راسه، ذاكر كويس او اعمل شغلك كويس، لو انا مش موجود يلا ماما مش موجودة، يرمي الكراسة، يرمي الورقة، يعمل اي حاجة.
احنا كأسرة او كأمة ما عندناش حتة التنشئة ازاي اخليه يحب العمل من صغره. يمكن لو كان حب العمل من صغره لما يكبر كان الوضع هيبقى يختلف. ايه النصيحة اللي بتديها لكل ام حتة زي دي؟ يعني يهمني اني اذكر قول شاعر النيل الاستاذ حافظ ابراهيم: الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. يبقى في المقام الاول كلنا عندنا امهات، وكلنا طلعنا في بيوت قدرنا نعرف ايه الصح وايه الغلط. وجود الام في البيت مع الاولاد مش عايز اقول دي اعظم مهنه ممكن تكون الام بتقوم بيها، اعظم مهنه ينتج عنها تربيه اولاد وبنات بعد كده هيكونوا قاده، هيكونوا مسؤولين، هيكونوا فاتحين بيوت جديده، هيكونوا امهات في اماكن تانية طبعا في مصر وبره مصر. يبقى هي بتصدر، يعني عباره عن معمل انتاج وتصدير عقول، فلابد الام تاخد بالها من النقطه دي، تشرك الاولاد معاها في البيت باسلوب بسيط. تقف في المطبخ، ممكن يجيب كرسي صغير للاولاد يقفوا جنبي وابدا اعلمهم الحاجات اللي في مقدوره او الاعلى من مقدوره بسنه بسيطه، وساعده فيها فيحس ان هو عمل انجاز. التشجيع بالكلمه الجميله او التعبير الجميل او حتى القبله او التسقيفه او الحضن، الحاجات دي كلها بتدي طاقه ايجابيه وحنان للاولاد، بتخليه المره الجايه يعمل احسن من المره الاولانيه عشان ياخد تشجيع نفسه جزاء اكتر، وعشان ياخد استحواذ على اهتمام الام واهتمام الاب. اصل الابتكار والابداع في البيت، ده الاصل واللي بيقتله البيت، لان من اهم وسائل البرمجه لكل شخص فينا الاب والام، المدرسه، الاصدقاء، الاعلام، واخيرا الشخص نفسه. بنسبه تقريبا 85% بيتاثر من سن يوم لسن 7 سنين ببرمجته. بيتم برمجته بنسبه 85% من يوم لسبع سنين، ولغاية 90% عن 18 سنة، وبعد كده يبقى خلاص يعتبر شبه اكتمل برمجته. فالأم في البيت دورها كبير جدا، لأن هي الأصل، هي الأساس. أنا سبب في نجاحي والدتي طبعا، والدي الله يرحمه، لأن سبحان الله أنا كنت من كتر خوفهم عليا كانوا بيخلوني إزاي أبتكر إن أنا أوصل للي أنا عايزه. أنا بحب القراءة، فعشان احافظ على موضوع القراءه كنت بتفنن ازاي احافظ على الكتاب معايا في كل وقت. هم اول ما بيشوفوني بيعملوا مشكله: عندك مذاكره، عندك حفظ، عندك متابعه. يا جماعه بس انا عايز اقرا، يعني ادوا لي فرصه. فالفرصه دي بتخلي الواحد ان هو يفكر يبدع، الرسم، الشعر، ترتيب الحاجات في البيت، النظام، يعني حاجات جميله جدا. كذلك بالنسبه للام في البيت مع زوجها بتكون هي عامل مساعد ليه جدا في حياته، مش بس على الاطفال الصغيرين، لا وعلى الزوج، لان الاثنين في مسؤوليه، الزوجه والزوج في مسؤوليه، الام والاولاد في مسؤوليه. بنبدا ننشئهم عليها من الصغر عشان من شاب على شيء شاب عليه. يعني برضه مهم جدا تاثير الزوجه بجانب الام. يعني انا يعتبر في حياتي اول مدربه تنميه بشريه اثرت عليا زوجتي. فده شيء مهم جدا لازم الواحد يذكره طبعا، لان لان عشان هي شايفه الحلقه كمان. تمام. وبرضه الاولاد فعلا لما انا بديلهم رساله من عندي او معلومه، يعني مثلا بقى لهم يومين منشغلين معايا: يا بابا هتعمل ايه؟ يا ابي هتظبط ايه؟ طب هتضيف ايه؟ طب الناس هيسمعوا ايه؟ الموضوع مهم جدا. كل ما انا بشغلهم معايا ولو بجزء بسيط هم بيعبروا بفكرهم وبخيالهم وبيبداوا يضيفوا لي وانا مش واخد بالي. انا بستفيد منهم وهم بيستفيدوا مني. بنصب في بعض احنا الاثنين. يبقى كده الابتكار والابداع بيبدا الاول في الاب والام، بيبداوا يزرعوه في الاولاد حب العمل، الخوف من الله سبحانه وتعالى، المراقبه، الاتقان. الامور دي كلها بتعلمها في البيت من الام. فدورها في البيت عظيم جدا، ما نقدرش ان احنا ننكره. طيب في عندنا حاجه كمان، ان الموظف الكفء يبقى عندنا انا كفء في شغلي فانا بتقن عملي اكتر من الموظف الاقل كفاءه. حضرتك رأيك إيه؟ هل دي حقيقة فعلا؟ إتقان العمل يرتبط بكفاءة الشخص في عمله؟ أمر طبيعي، لأني أنا لو أتقنت العمل الإتقان ده هيجي عن طريق معرفة، وبالتالي عن طريق تعلم. ولو عندي طبيعي إن أنا بخش عمل لأول مرة مبقاش عندي إلمام بكل خبايا وخبرات ومهارات العمل، بحتاج أوي إن أنا أمارسه.
بعد كده لو عندي شيء ناقص ببدأ أكمله ببرنامج تدريبي أو بمعلومة أو بكتاب أو بنصيحة من شخص من الأشخاص عشان أرتقي في مكاني. يبقى معنى أن أنا بقيت كفاءة في عملي أن أنا اجتهدت في تحصيل معلومة زيادة أو زيادة خبرات أو نقل معارف، فبالتالي برتقي، وده بالطبيعي أنه بيأثر على مستواي بمستوى اللي جنبي. هو أنا آسف، في واحد داخل هو عامل حسابه أنه خلاص دخل في وظيفة دي آخر حاجة بالنسبة له، أقصى طموحه دخل وظيفة قاعد فيها آكل شارب نايم طول عمره لغاية ما بيموت. طب إيه الجديد؟ مفيش. فبالتالي ما بيدورش. لكن أنا لو بصيت في نفسي أن أنا لابد أن أكون إنسان ناجح، إنسان عندي هدف، عندي حلم بحققه، أن أنا إنسان مش عادي، أن أنا إنسان صبور، فهأمر بظروف وعواقب. نعتبرها نصايح حضرتك بتديها لكل فرد في المجتمع أن هو إزاي يبقى مجتهد في عمله؟ طبعا ده يعني سبحان الله العظيم، قيمة العمل في للفرد في المجتمع بتاعه قيمة عظيمة جدا، والعظمة بتاعتها مش بتيجي من عندي أنا أو من عند حضرتك، بتيجي من الخالق سبحانه وتعالى، إنه ما بيضيعش أجر حد تعب واجتهد، وإنه كده كده الرزق مضمون. العبرة مش بالرزق نفسه، الله سبحانه وتعالى ضمن لنا الرزق، يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخدوا خماصا وتروحوا بطانا. رايح الصبح جعانه، رجع شبعانه، ليه؟ اخذت بالاسباب، ما بتدورش على العصفوره جنبها التعبانه ولا اللي واقعه ولا النايمه ولا اللي صاحيه، لا انا ليه هدف، اي ما انا عندي هدف لازم اسعى وراه، بتطلع الصبح تحقق هدفها وبترجع. فبالتالي الفايده مش تبقى عليا لوحدي. احنا مصر بلد يعني مش عايز اقول من افضل بلاد العالم، شئنا ام ابينا، ومطلوب ان احنا نحافظ عليها وننميها، لان برضو احنا نعتبر من افضل العقول على مستوى العالم، واللي بيتخذ مننا خبرات بره في كل المجالات وفي كل الاماكن، وبفضل الله ثابتين وجودنا، فاكيد التأثير ده ملموس بره مصر وجوه مصر. ممكن نمر بمشاكل وعثرات. كان في واحدة اسمها إيمي حصلت على كأس العالم في التزلج بالساقين الصناعيتين، ما عندهاش أرجل. فكانت بتقول الإنسان بيمر في حياته بعقبات ومشاكل وحدود بتوديه في طريقين، يا إما طريق إنه يقف في النص محلك سر، والطريق الثاني إنه بتوجهه للإبداع والابتكار للتغلب على المشكلة. لو أنا ما مرتش بمشكلة مش هعرف أحل المشكلة، مش هعرف أبدأ فيها، وبالتالي هفضل زي ما أنا. يعني ممكن كل إنسان بيمر في حياته بمشاكل وعقبات، لو خد منها طريق انه ازاي يتغلب عليها ويعتبر الحياة لعبة، بس لعبة جد شوية، هتوصلني للآخر. يبقى بالتالي الطبيعي ان انا اتعلم اصول اللعب. 120 مليونير على مستوى العالم خدوا منهم احصائية انتوا ازاي بقيتوا كده، اتفقوا على ثلاث نقط. اول نقطة انه بيؤمن بنظرية خطوات الطفل، يعني ايه؟ انه اول ما بيقع بيقوم، مش بيقع ويندب حظه، يا ده انا وقعت، يا ده الارض كانت صعبه، يا ده الشوارع مكسره، يا ده الجزمه مش مناسبه، لا ده انا مش قادر انا تعبان. لا، هو بيقوم عشان يكمل المسيره اللي هو حاطط لنفسه فيها هدف عايز يوصل له. الامر الثاني انه لا يستعجل قطف الثمار، ما بيستعجلش النتيجه. الامر الثالث انه بيدخر مهما كانت الظروف عشان هو مش عارف في ايه بكره. فبنعتبر ان الحياه عباره عن لعبه جميله محتاجين فن التعامل معها، زي ما كنا زمان بنلعب كيلو بامية استغماية وبنجري ورا بعض وبنتفنن في كهرباء شد الكوبسي زي نمسك بعضينا ونحاول نعمل الأمور دي. كل الحياة بتاعتنا كده، احنا اللي بيوقفنا دلوقتي وبيتعبنا ان احنا بنعيش في وضع احنا مش قده، احنا متخيلين الحياة صعبة يا فندم، احنا اللي بنصعبها. كنت في برنامج مع مدرب عالمي في المبيعات مستر ستيفن شيفمان، كان بيتكلم ان اكبر مشكله بتواجهنا احنا نفسنا والوضع الراهن اللي احنا حاطين نفسنا فيه، وبيتكلم ان احنا بايدينا ان احنا نتغير، بس من هنا مش من بره، لان الواحد لما يبدا بنفسه الموضوع هيأثر مش هلا فيه كتير، وبعد كده هو هيكون مؤثر في المجتمع اللي حواليه. طيب عايزين نعرف ايه اهم النتائج اللي هتعود على الفرد وعلى المجتمع لو كان فعلا في اجتهاد في العمل واتقان في العمل؟ مجتمعنا هيبقى عامل ازاي؟
هنبقى في المقدمة، هنتحول من مجتمع نامي لمجتمع متقدم، وهيحس بأثره كل فرد في المجتمع. هيبقى دخل الفرد في مصر هيبدأ يعلى، هيبدأ المشاكل اللي بنمر بيها تقل، هيبدأ عندنا البطالة تختفي، هيبدأ عندنا الأمية تبقى ملهاش وجود، هيبدأ عندنا المرور يتحل، لأن اللي هيقوم عليه المنظومة إحنا لو اتعلمنا صح وبقت سلوكياتنا صح فهنحل مشكلة المرور. مش همشي مخالف، مش همشي سرعة أكثر من اللازم فأدي الحوادث، همشي ملتزم بالقواعد والقوانين. مش المرور بس بقى في حياتنا كلها، في مدارسنا هيبقى المعلم مستريح وبالتالي الطلبة مستريحين، هيبقى الصانع والمصانع. حلم جميل طبعا، احنا نفسنا يبقى حقيقة، بس نحققه ازاي بجد؟ نعمل ايه ازاي لما نيجي نتكلم في الدولة تقول بسبب الاقتصاد الماديات ان انا ما اقدرش ادي، تقول للعامل او للانسان يقول لك طب ما انا محتاج ماديات اعلى عشان اتقن في عمل حاجة مضادة حاجة، نحل المشكلة دي ازاي؟ محتاج ماديات اعلى، محتاج ان انا اطور من نفسي اكتر عشان اخد، لان كل مهنة او وظيفة في المجتمع ليها مقياس معين. لو قست المقياس ده على نفسي انا مناسب للمهنة دي في ظل الوقت ده بقيمة كذا، طيب بعد كده انا عايز قيمة اعلى لان اعباء الحياة كترت علي، هل انا ضفت لنفسي قيمة جديدة صاحب العمل يقدرها فيا فيبدأ يجازيني عليها فاحس ان انا ارتقيت وافدت اللي حواليا؟ هي دي الميزة، ان انا بعمل اضافة. معلش احنا معانا اتصال دلوقتي على التليفون. محمد الو. الو عليكم السلام استاذ محمد، اتفضل معانا. اولا انا بسلم على الاستاذ ايهاب، انا بحضر محاضراته كتيرة والصراحة استفدنا كتيرة في المحاضرات اللي هو بيديها لنا، وادانا دفعة على ان احنا نشوف الطريق قدامنا ونحقق احلامنا. فكنت عايز اساله انا شغال كمحاسب واجتهدت وحصلت على ماجستير في الاقتصاد، فرغم ان ده ملوش اي علاقه بشغلي، فازاي بعد كده اكمل الدكتوراه ويكون ده دافع ليا ان انا اكون محاضر او ان انا اكون باحث رغم كل الصعوبات الماديه والمعنويه واللي شفت وظروف الواحد؟ وبصراحه اشكركم جدا على ان كنتوا استاذنا عالم، يعني نعتبره خليفه الدكتور ابراهيم الفقي يعني بصراحه. نشكرك جدا يا استاذ محمد، واستاذ ايهاب هيرد عليك حالا. اولا شكرا جزيلا يا استاذ محمد، وطبعا مثال حي قدامنا ان هو بيقول لحضرتك مجال شغلي مش مرتبط بدراستي ولكن بسعى اني اطور من نفسي واضيف جديد. خد الماجستير وحاليا بيحضر دكتوراه، يعني مش واقف. ده اللي انا لسه بقول لحضرتك، ان هو لازم يضيف لنفسه قيمه، بيجتهد بيسعى، تعلي اسهمه في المجتمع، تعلي اسهمه في سوق العمل. لان كلنا بلا استثناء بنعمل في مجال المبيعات واحنا مش مدركين. انا عشان اكون موظف واقدم خدمه لحضرتك او التحق بالعمل عند حضرتك في شركتك، انا كده بعرض نفسي عندك، فلا بد اني اكون المقابل اللي هاخده منك يوازي اللي انا بقدمه. طب لو انا ما بقدمش صح، امر طبيعي انك هتستغني عني، تقول انا اسفه انت مش مناسب للي عندي. طيب مناسب ورضيت وبدات، لو فضلت واقف هيبدا النشاط بتاعي ينزل. ده اللي احنا كنا فيه في اول الحلقه، ان اللي حواليا هياخدني وينزل معاه. لا، لما احط لنفسي هدف، خلصت ماجستير هعمل تمهيدي دكتوراه، بعد الدكتوراه هبدا احضر دكتوراه، خلصت دكتوراه في حاجه اسمها اعمال بحثيه بجانب الدكتوراه والماجستير، دي درجه اعلى. عايز ارتقي اخش درجه الاستاذيه، مدرس مساعد، مدرس استاذ، يعني هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، ان انا اضيف لنفسي قيمه، ان انا اكون في حد ذاتي انا كنز اصحاب العمل يتنافسوا عليا. ان انا اقدم لنفسي فبالتالي هتطلب، لان بقيت خلاص انا بعمل نفسي سلعه، بس سلعه ليها حدود، ليها مقياس. بس في بعض المهن مهما ان انا يعني اتقدم فيها برضو بوصل لراتب معين ما بيعليش، يعني مش كل المهن اللي انا اقدر ان انا اعمل فيها زي ماجستير او دكتوراه، في مهن بسيطه ما ينفعش اتقدم فيها. ازاي دي ميزه ان انا ليها ليميت، فلازم انا عشان شايف نفسي ليا حجم اكبر هبدا انتقل من دي لحاجه اعلى. من لما بلاقي نفسي خلاص بضيف لنفسي قدرات وخبرات وامكانيات ومهارات، هيبقى الوظيفه اللي حدودها مثلا 10 قروش، انا ضفت كمان قرشين زياده بس هي اخرها 10، هيبقى عندي ميزه تنافسيه في شركه تانية لعمل تاني يبقى فيه 12 و15، هنمي نفسي فيه اكتر، وصلت فيه اخر مدى شركه ثالثه، ما هي دي ورفع بعضكم فوق بعض درجات. في درجه تحت وفي درجه متوسطه ودرجه عاليه،
ببدا من تحت، كلنا نبدا السلم من اوله، لان ما ينفعش انط، مش هطلع من الدور الاول العاشر في نطه. يا اما في اسانسير ودي سرعه عاليه، يا اما في سلم ودي سرعه بطيئه. جميع الاحوال المشي في حد ذاته نعمه مش بتتاح للكثيرين. في واحد بيفضل زي ما حضرتك بتقولي قاعد فيها للنهار ما بيتحركش. ما في بعض المهن كمان يا استاذ ايهاب، يعني خلينا نتكلم على المهن اليدويه او الحرفيه، هو مثلا نجار، سباك، ايا كان المهنه، هينمي فيها قدراته ازاي؟ اقول لحضرتك ازاي بقى بدا الاول صبي او بليه في الشغل، ارتقى بنفسه بقى مساعد، ارتقى بنفسه بقى اسطى، بقى اسطى شغال عند الناس، ارتقى بنفسه بقى عنده امكانيه ماديه، لانه قلنا المليونيرات او الناس اللي عندها ثروه بيدخر مهما كانت الظروف، وبيبدا بقرش، شيلين، بريزة، ربع، نص جنيه، وهكذا. هي عليه وقت عامل حسابه ان هو الليمت بتاع ان اكون اسطى عند حد 5 سنين. في خلال ال5 سنين دول لازم اكون عامل حسابي ان يكون معايا المبلغ اللي يساعدني في وظيفتي اني افتح مكان، بدل ما اشتغل لوحدي، لا ده انا اشغل معايا 1 او 2 او 3، كده بقيت انا صاحب عمل وعندي ناس كمان شغاله، برضه هجيب معايا اسطوات تانيين ومساعدين وبيليا صغير، بالتالي يبقى انا بنمي نفسي. ما بقول حضرتك مفيش حاجه اسمها الشغل بيقف، لا انا اللي بقف، انا اللي ما بحطش نفسي في المكان الصح، وجدت في مكان غلط، الطبيعي ان انا براجع جدول اعمالي انا حاطه لنفسي، وفي هدف مش عارف اوصل له، الطبيعي ان هغير الطريق، لان مش طبيعي ان انا لما اكون عايز اوصل من القاهره ل 6 اكتوبر الطبيعي ان انا امسك المحور او الدايري، ما ينفعش ان انا اقول همشي في الاثنين. لا مش هينفع ان انا اقول هاجي من اسيوط. كلام مش منطقي، يعني هطلع اسيوط عشان اجي 6 اكتوبر يبقى الغلط عندي مش في 6 اكتوبر. الطريق انا بحدده وبسعى ان انا اوصل فيه، فما وصلتش يبقى مش العيب فيا، مش العيب في الطريق، العيب فيا انا مش عارف اغير طريقي. لكن كل مهنه ليها الحاجه الافضل فيها والاعلى فيها اللي ممكن انمي نفسي واحصل منها على اعلى عائد ممكن. وزي ما كنا بنقول شغل بسيط باعلى عائد هيجي امتى؟ في التخصص، لما اكون اتقنت تخصصي فهيجي لي فيه عائد كبير جدا، وده اللي احنا عايزينه. نصيحه كده حضرتك تختمها لكل فرد في المجتمع في الاجتهاد والاتقان في العمل، نصيحه شامله. انا وروح محتاج الكلام ده، لان الموضوع فعلا كبير، اساسه انا وحضرتك استاذ كلنا، مهم جدا جدا ان انا احط نفسي في الفعل، وان انا اعامل نفسي ان انا انسان مش عادي، يبقى بالتالي حياتي هتكون مش عاديه. اتولدت، عشت، مت، لا لازم يكون في تاثير، يبقى انا انسان مش عادي، انسان مثابر، انسان صبور، انسان متحمس، انسان عنده شغف وبيتطلع للتعلم وللتنميه للتطوير، انسان بيحاول ولما بيقع بيقوم، انسان ناجح ودايما فوق القمه، انسان يعني بيجهز نفسه وبيعد لكل عقبه في الحياه سلاح يبدا يشق بطريقه في الحياه، اني اكون انسان صادق مع نفسي اولا عشان اعرف قيمه نفسي، فابدا احط نفسي بقيمتها الحقيقيه في المجتمع صح وافيد المجتمع، واخر حاجه العطاء، اني لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليا في اي مجال في الاعمال اني احط عندي قيمه العطاء، ان هيجي عليا وقت لازم ابذل مش مقابل قيمه ماديه، لا مقابل جزاء اخروي انا هنتظره، وده هيكون اعظم بكتير من الفلوس، ان هيبقى ساعتها انا محتاج حسنه واحده، فلو قدمت خدمه جليله لانسان محتاج ببساطه بدون ما اطلب منه اي شيء اضافي او اي شيء زياده هيدعي لي باخلاص، فيمكن تكون دي سبب نجاتي يوم القيامه عند الله سبحانه وتعالى. انا مش عارفه اقول لك ايه بجد، النصيحه الاخيره دي جميله جدا، عجبتني انا شخصيا بجد، انا قاعده وانا بنت حضرتك بتتكلم سرحانه فيها وفي جمالها. جزاك الله بجد خير. انا سعدت قوي بلقاء حضرتك النهارده يا استاذ ايهاب، ونورتنا، والمعلومات اللي حضرتك اديتها لنا قد ايه مفيده. ان شاء الله هيبقى في بيننا وبين بعض حلقات تانية باذن الله. ان شاء الله. وتشرفت بيك بجد. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، نتمنى النهارده ان انتم تكونوا استفدتوا من حلقتنا، ويا ريت ان فعلا بدل ما نتخيل نبقى حقيقه، وان مجتمعنا يبقى افضل واحسن في اتقانه في العمل. نترككم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.